أبنائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله شرح مادة تقنية المعلومات للصف الثالث ثانوي تخصص علمي. درسنا في الحصة الماضية، تكلمنا عن المصفوفات، وقبل ما نبدأ عن المصفوفات تكلمنا على مراجعة عن بعض الأوامر في الصف الثاني ثانوي نظرا لحاجتنا لها في موضوع المصفوفات. فخذينا فكرة بسيطة عن المصفوفة أحادية البعد، تكلمنا عن المصفوفة أحادية البعد، وقلنا أن المصفوفة هي عبارة عن مجموعة متجاورة من المواقع في ذاكرة الحاسوب تحتوي على عناصر من نفس النوع، يعني أن لما نحن نعرف مصفوفة لابد البيانات اللي تم تخزينها في داخل المصفوفة تكون نفس النوع، إما أن تكون صحيحة، أرقام صحيحة، أو أعداد كسرية، أو حروف، أو ما إلى ذلك. المهم كل البيانات تكون نفس النوع، يعني لا يجوز أني نخلط مدخلات المصفوفة. ثانيا، أن لما نجي أنا نبي نعرف مصفوفة لابد أو نحجز مكان في مصفوفة أو إعلان مصفوفة، كلها نفس المعنى، نعلن أو نحجز أو نعرف مصفوفة تكون نفس النوع، وتكون أيضا تحمل نفس البيانات، والاسم متاعها يخضع لشروط تسمية المصفوفات والمتغيرات واللي ذكرناها من قبل وعارفينها من سنة ثانية شنو هن البيانات هذه أو شنو هو الشروط هذه. ذكرنا في الحصة الماضية المصفوفة ذات البعد الواحد. طبعا عندنا نوعين من المصفوفات، مصفوفة أحادية البعد ومصفوفة ثنائية البعد. وأحادية البعد معناها إنها إما صف أو عمود، إما أن تكون صف أو عمود. وأيضا تكلمنا أن المصفوفة، ليش درنا المصفوفة؟ لما يكون عندي مجموعة بيانات تحمل نفس النوع وتحمل نفس الاسم، فمش معقولة أني أنا نعرف بعددهن مجموعة من المتغيرات ولكن نقدر ندير المصفوفة. يعني مثلا عندي بيانات 100 طالب، نبي ندخل الأسماء متاعهم على سبيل المثال، أسماء 100 طالب، فمش من المنطقي ان ندير 100 متغير كل متغير نخزن فيه اسم طالب فتقعد فيه مشكله، لان حنسمي مجموعه متغيرات وكل واحد نعطيه تسلسل، مثلا student name 1 student name 2 وهكذا، حتقعد عندي مشكله. فداروا موضوع المصفوفات على اساس اني نغير او نخزن فيه جميع الاسماء مثلا او جميع الارقام وتحت نفس الاسم، اسم واحد. مثلا ندير مصفوفة نسميها student name او s name، ونخزن فيها خانات بعدد الطلبة اللي انا بنخزن اسمائهم، 100 طالب، معناها نحجز مصفوفة او نعلن عن مصفوفة بها 100 خانة، ونقدر كل خانة او كل جزء او كل خلية من هذه المصفوفة نخزن فيها اسم من اسماء الطلبة. قلنا المصفوفة أحادية البعد أو ذات البعد الواحد تكلمنا عليها، وقلنا إنها ممكن تكون في شكل صف أو في شكل عمود. وأيضا تكلمنا عن جملة إعلان المصفوفة ذات البعد الواحد، كيف نعلن عن مصفوفة ذات بعد واحد. وقلنا عادة لما ودائما لما بنستخدم إعلان مصفوفة أو حتى متغير نستخدم أمر اسمه دايم، قلنا هذه شكل إعلان المصفوفة دايم، array name اللي هو اسم المصفوفة ويخضع لشروط تسمية المصفوفات والمتغيرات، وmax value اللي هو مقصود بها عدد أو أقصى عدد من العناصر ممكن تخزينها فيها، as data type اللي هو نوع البيانات اللي تم تخزينها، هل حرفية أم صحيحة أو عددية صحيحة أم عددية كسرية. وخذينا فكرة وبعدين انتقلنا وخذينا برنامج صغير كيف نحن نديروا برنامج عن مصفوفة أحادية البعد. اليوم بإذن الله حنتكلموا عن المصفوفة ثنائية البعد. باهي، ليش أنا نستخدم مصفوفة ثنائية البعد؟ المصفوفة ثنائية البعد هي عبارة مش صف
أو عمود، ولكن عبارة عن مجموعة من الصفوف والأعمدة، مجموعة من الصفوف والأعمدة. لو أنا عندي نبي نخزن درجات في مجموعة من المواد، يعني مثلا على سبيل المثال درجات 10 طلبة في 3 مواد، إذا أنا حنحتاج، بما أن درجات هي نفس النوع إنها عددية كسرية، فنحتاج أني أنا نخزن درجات الطلبة بدون الأسماء، لأن لو نبي نخزن الأسماء معناها نحتاج إلى مصفوفة أخرى تكون نوعها حرفي عشان نخزن فيها الأسماء. لكن أنا حاليا مثلا على سبيل المثال نبي نخزن درجات، فنقدر ندير مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة. على سبيل المثال كل عمود يمثل درجات مادة، يعني العمود الأول في درجات مادة الفيزياء، العمود الثاني في درجات مادة الكيمياء، العمود الثالث في درجات مادة مثلا اللغة العربية أو الحاسوب. أيضا كل صف يمثل درجات طالب، فعندنا نحن المصفوفة أو ثنائية البعد تتكون من بعدين، مجموعة من الصفوف والأعمدة زي ما نشوفه نحن. هذا طبعا تخيلي، لأن الموضوع هذا تخيلي لأنه موجود في ذاكرة الحاسوب وأنت مش حتشوف الكلام هذا. فعندي مصفوفة تتكون تحتوي على 3 صفوف و4 أعمدة، هذا العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث والرابع، وهذا عمود أو صف الأول، وهكذا الصف الثاني الصف الثالث. الصفوف هذه لنفترض أن عندنا نحن درجات 3 طلبة في مادة الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، والطالب علي والطالب أحمد والطالب محمد بهذا الشكل. الدرجات هذه كيف نقدر نحن نخزن الدرجات في هذه المصفوفة اللي هي تمثل درجات الطلبة؟ هذا موضوع دراستنا للمصفوفة ثنائية البعد. لما نجو نشوفوا الصف، كل صف عنده رقم، الصف الأول عنده رقم، والصف الثاني عنده رقم، والصف الثالث عنده رقم. الأرقام تسلسلية، صفر رقم الصف هذا صفر، رقم العمود أو الصف هذا 1، ورقم العمود أو الصف هذا 2، رقم العمود هذا 0، نحن دائما نبدأ بالصفر، رقم العمود 1، رقم العمود 2، ورقم العمود 3. تقاطع الصف مع العمود يكون حاجة عندنا اسمها خلية، تقاطع الصف مع العمود يكون خلية. إذن لو جينا للخلية هذه موجودة في أي صف؟ فالصف رقم 1، ما نقولوش رقم، هذا رقم 1، ما نقولوش رقم 2، ليش؟ لأن الصف الأول رقم 0. الصف رقم 1 متقاطع مع العمود أيضا رقم 1، لأن العمود الأول عندنا نحن رقم 0، ولذلك تلقى عنوان الخلية هي My Array، اسم المصفوفة 1 1، يعني المصفوفة اللي اسمها My Array، هذه المصفوفة هذه كلها نحن مسمينها My Array. الصف الأول العمود الأول، إذن الخلية تأخذ نوع أو تأخذ رقم، رقم الصف مع رقم العمود. لما نجي نقولوا الخلية هذه شنو اسمها أو شنو عنوانها؟ My Array 1 of 1، يعني 1 of 1 1، يعني My Array of 1 1، الصف الأول العمود الأول. أيضا لو جينا بحثنا أي خلية من الخلايا هذه عندها رقم، ولذلك لما نطلب أن يخزن الخلية My Array 2 معناها الصف الثاني العمود الثالث، الصف الثاني العمود الثالث. يعني إذا كان أنا رغبت أن نعين قيمة أو نخزنها في المكان هذا، في المكان هذا معناها حنجي نقول له My Array of 2 و3، معناها المصفوفة My Array في العمود أو الصف الثاني العمود الثالث تساوي كذا، تساوي 10 مثلا على سبيل المثال. إذن 10 شو بيصير لها؟ حيتم تعيينها وين؟ في My Array 2 و3، My Array 2 و3. لو نظرنا نحن على سبيل المثال عندنا مصفوفة اسمها A، هنا في المثال هذا
عندي مصفوفة اسمها A. A ثنائية البعد. لما نقول A of 0, 0 معناها الصف رقم 0 والعمود رقم 0 في المصفوفة A. قم بتعيين الرقم 4 للخلية اللي هي 0 و0 في المصفوفة A. لما نجي نقول هذه شن معناها؟ معناها أن الرقم 5 تم تعيينه في المصفوفة اللي اسمها A في الصف الأول العمود الثاني. لو جينا ردينا على نفسها، وين الصف الأول العمود الثاني في المصفوفة الماي أري؟ لنعتبرنا هذه A مثلا، وين؟ أوه هذا 1 و2. إذن لو قلنا هنا بدل A ماي أري، معناها ماي أري of 1 و 2 تساوي 5، معناها الرقم 5 حيتم تعيينه في الخلية 1 و2، الخلية الصف الأول العمود الثاني من المصفوفة. كيف نعلن عن مصفوفة؟ كيف نعلن عن مصفوفة؟ يعني نحجز في ذاكرة الحاسوب مصفوفة، نقول له احجز لي مصفوفة. عندنا طبعا طريقة الحجز أو الصيغة متاع طريقة الحجز أو الإعلان دايم، وهي تستخدم الأمر هذا لحجز سواء كان مصفوفة أو متغير. الري نيم اللي هو اسم المصفوفة، وهو اختياري بشرط أن يكون بحروف إنجليزية ويكون خاضع لشروط تسمية المصفوفات والمتغيرات، يعني أن لا يحتوي على حروف عربية أو حروف رموز خاصة باستثناء شرطة الأندرسكور، أن يكون يبدأ بحرف ما يبدأش برقم، جائز أن يستخدم الأرقام ولكن لا يجوز أن يبدأ بها، أن لا يحتوي فراغات، وأن أيضا أن لا يكون من الكلمات المحجوزة. والكلمات المحجوزة زي ما نعرفين من قبل هي الأوامر اللي تستخدم فيها لغة الفيجوال بيزك. يعني ما ينفعش أني نسمي مصفوفة دايم، لأن الدايم هو أمر تستخدم فيه فيجوال بيزك. إذن دايم الري نيم، وهذا اختياري زي ما قلنا، وحطينا شروط ماكس رو فاليو والباكس كولوم فاليو، يعني القيمة القصوى أو أعلى حاجة ممكن في الصفوف وأعلى حاجة ممكن في الأعمدة. as data type أو as data type اللي هي مقصود بها نوع البيانات، هل هي حرفية أو عددية صحيحة أو عددية كسرية زي ما أنا نحب. يعني نقدر نعرف زي ما نعرف هنا مصفوفة دايم ماي أري 3 و3. شنو معناها as string؟ هل معناها أني أنا حجزت مصفوفة 3 صفوف و3 أعمدة؟ لا، هي 4 صفوف و4 أعمدة. ليش؟ لأن دائما نبدأ من الصفر. إذا لما نقول أقصى حاجة في الصفوف 3 وأقصى حاجة في الصفوف في الأعمدة 3، معناها بدأت من صفر، يبقى عندي الصف الأول صفر و1 و2 و3، وأيضا 4 أعمدة يبدأ من الصفر 0 1 2 3. يبقى هنا دايم احجز لي أو اعلن لي عن مصفوفة اسمها ماي أري بها 3 صفوف وبها 3 أعمدة ونوعها string اللي هو حرفي، ونوعها string اللي هو حرفي. دايم ماي أري 3 و3 as string. بقى كم في خلية في المصفوفة اللي نحكو عليها نحن هذه؟ إذا بما أن 4 صفوف، ليش؟ لأن قلنا يبدأ بالصفر 0 1 2 3 و4 أعمدة، إذا 16 خلية نقدر نخزن فيها 16 بيان، 16 بيان أو 16 عنصر. أيضا نقدر نستخدم طريقة أخرى في الحجز اللي هي دايم ماي أري 1 to 4 1 to 4، بس تتحدد ما تبدأش بالصفر في الحالة هذه، حيحجز من 1 إلى 4، ما تبدأش عدد الصفوف من الصفر، يبقى الصف أول صف يبدأ به هو 1، الصف من 1 إلى 4 بس برضه 4 صفوف، ومن 1 إلى 4 أيضا 4 أعمدة as string نفس طريقة الحجز. وبالطريقة هذه نحجز مكان أو خانات لعدد 16 عنصر، نقدر نخزن 16 عنصر في المصفوفة متاعي. للتعامل مع المصفوفة، أنا عندما أرغب في التعامل مع المصفوفة، للمصفوفة أحادية البعد كنا نستخدمه في حلقة دوران واحدة لإدخال البيانات، بينما في المصفوفة ثنائية البعد لابد أن نستخدم حلقتي دوران، الحلقة الأولى لعدد الصفوف والحلقة الثانية تمثل عدد الأعمدة. إذن الحلقة الأولى تمثل عدد الصفوف والحلقة الثانية تمثل عدد الأعمدة.
نبدأ في البداية نأخذ مثال. المثال هذا طبعا حنتبع المثال كيف نحجز مصفوفة. لنفترض أن بيسميها my array زي ما قلنا أو زي ما يعجبك أنت، ممكن تسميها A B زي ما يعجبك، student أي حاجة تعجبك أنت تقدر تسميها. دايم my array 3 و3 as string integer. شن معناها؟ معناها أنا نبي نحجز مصفوفة اسمها my array فيها 3 صفوف أو 4 صفوف وأربع أعمدة. خلونا نحن نبدأ بالفيجوال متاعنا، توكلوا على الله، نفتحوا الفيجوال، نحاولوا أن نجربوا المثال عمليا. أول حاجة طبعا تطلع عندنا الفورم، نذكروا هذه فورم شريط أدوات التحكم مربع الخصائص، وأيضا عندي اللي هو إطار مستوعب المشروع، إطار مستوعب المشروع. إذن لو أنا حبيت على سبيل المثال، لو أنا حبيت على سبيل المثال نستخدم الكلام اللي إحنا قلناه الفورم، طبعا عندنا مستوعب المشروع أو إطار المستكشف المشروع. المستكشف هنا نجي نشوف مستكشف المشروع بهذا الشكل، بيش أنا نقدر نغير بين الفورم والكود، بين الفورم والكود. طبعا لما تبي تعرف مصفوفة أو تحجز مصفوفة تنحجز في الجزء الجنرال، ما ينفعش أني مثلا نقدر هو ولكن يفضلنا في الجنرال، ما ينفعش أني نديرها في البرايفت سب فورم لود اللي هو حدث متاع اللود متاع الفورم، مفروض يكون في الجنرال، مفروض يكون عندي في الجنرال. أوكي شنو نقول؟ قال نقول دايم my array هذه المصفوفة اللي احنا بنعرفوها 3 و3 وزي ما قلنا نأكدوا as على سبيل المثال integer او string او اللي هو يبيها. نشوفوا هو يبيها integer، integer معناها عددي صحيح. عرفت مصفوفة او حجزت مصفوفة، الأمر هذا لما يتم تنفيذ البرنامج هيعدي في ذاكرة الحاسوب، يحجز مصفوفة يسميها my array. شنو يحط فيها؟ يحط فيها 4 صفوف و4 أعمدة. ليش قلنا 4 صفوف و4 أعمدة؟ لأنه يبدأ دائما بالصفر، ونوحة انتجر يعني عددي صحيح ولا تقبل الحروف. في الحالة هذه ما تقبلش الحروف. كويس، نجو للإجراء متاعنا الثاني بهذا الشكل. دايم my array عرفنا المصفوفة متاعنا، قال لي نبيك تجي في الفورم لود. الفورم لود نحن شنو قلنا؟ الفورم لود هو حدث، هو حدث يتم فيه تعريف متغيرات جمل الدوران. على سبيل المثال I كمتغير فهرس والصفوف، وJ كمتغير لفهرس الأعمدة، وداخل حلقتي الدوران يتم تخزين مجموعة الفهارس I وJ في عناصر مصفوفة. ركز معايا، برايفت سب فورم لود هذا قلنا اجراء خاص او حدث عند تحميل الفورم. دايم اي، دايم اي هذه هنا مش مصفوفه، هذه مش مصفوفه، هنا معرف متغير، نوع المتغير انتجر صحيح. دايم جي از انتجر ايضا صحيح. طبعا لاحظ انك تقدر تشمل التعريفين بما انها نفس النوع، تقدر تشملهم في جمله واحده بدل ما يكون في جملتين اثنين. 4i equal 0 to 3 معناها حلقة. ليش درت من 0 إلى 3؟ ليش درت من 0 إلى 3؟ لأن عندي 4 صفوف و4 أعمدة، 4 صفوف و4 أعمدة. الحلقة الأولى، الحلقة الأولى اللي هي هذه تمثل الصفوف، والحلقة الثانية تمثل الأعمدة. تمثل شنو؟ الأعمدة. خلونا نجو نحاولوا أن نحن ننفذ البرنامج مباشرة. يبقى قال لي في البرايفت سب فورم لود، تكلمنا عليه برايفت سب فورم لود شنو معناها، جاء دار لي دايم يعني بيحجز أو يعرف متغيرين. المتغير الأول I، وممكن في نفس الوقت نعرف حتى J في نفس الجملة بدل ما أنا نتعب وندير، بما أنه نفس النوع يكون أن انتجر ولا سترينج ولا سينجل، فنقدر نديرهم في نفس الجملة as integer يعني عرف لي متغيرين i و j نوعهن صحيح، نوعهن عددي صحيح. نجي ايضا
على سبيل المثال نبي نقول نبي نبدأ الحلقة الأولى اللي تمثل الصفوف على أساس أنه يبدأ بالصف بهذا الشكل ويقعد ياخذ كل خانة في الصف الأول مع العمود الأول، الصف الأول مع العمود الثاني، الصف الأول مع العمود الثالث وهكذا. 4i equal 1 2. ممكن نديرها من 1 إلى 4 وممكن نديرها من 0 إلى 4 إلى 3، وهذا يتوقف عليك أنت شن تبي تدير من 0 إلى 3. أيضا 4j equal 0 to 3، وهذا أيضا يمثل شنو؟ يمثل العمود. المصفوفة my array of i و j شنو يساوي؟ نبي نخزنوا فيها كل مصفوفة بنخزنوا فيها مجموع الصف مع العمود، وهذا اللي طالبه هو في المصفوفة. إذا واحد زي أو i زائد j. طبعا next تقدر تقول next j تقفل الأولى قبل ما تقفل الثانية، يعني الثانية هذه next j هي الأولى وبعدين نقفل الـ i، يعني الداخلية هي الأولى. وتقدر تخلي next بس فقط، لو خليت next فقط مش محتاج انك تحدد قفل أي حلقة، هو اوتوماتيكيا يعرف روحه يقفل أي حلقة، يقفل أي حلقة. البرنامج هذا شنو يدير؟ يعدي يحجز في ذاكرة الحاسوب متغير اسمه i ومتغير اسمه j، وهو عبارة عن نوع صحيح. يبدأ حلقة 4 من 0 إلى 3، فيبدأ قيمة، أول قيمة لآي هي 0، أول قيمة لآي هي 0. بعدين يأخذ آي، يبدأ حلقة الجي 4J من 0 إلى 3 ويأخذ أول قيمة لجي أيضا 0. يبقى عندنا آي بصفر أول قيمة وجي بصفر. لما نقول له my array i of j، i بكم؟ بصفر، وجاي بصفر معناها الصف الأول، العمود اللي هو الصف رقم صفر والعمود رقم صفر اللي هي الخلية الأولى، الصف رقم صفر والعمود رقم صفر. شنو يساوي؟ نعدي خزن فيهن قيمة i زائد j، قيمة i صفر وجاي صفر، إذا حيخزن في أول خلية اللي هي عنوانها صفر وصفر، حيخزن فيهن صفر. نكست يرد مرة ثانية اللي جاي. طبعا الحلقة الداخلية تتكرر نين تنتهي وبعدين يخرج إلى الحلقة الخارجية ويغير قيمة بتاعها. إذا لما يلقى النكست هنا حيرجع اللي جاي، آي ما زالت بصفر وياخذ جاي بواحد. أصبح لما نقوله my array of i اللي هي صفر وجاي واحد، إذا في الصف رقم صفر العمود الأول اللي هي ثاني خلية حيجي فيها وياخذ قيمة i اللي هي صفر ويزيد عليها j يبقى واحد، وهكذا يستمر لين يكمل جميع الحلقات أو جميع القيم متاع الحلقة الداخلية. لما يخرج منها يلقى next، next ترد لي i، يبدأ فيها وياخذ القيمة الثانية لي i اللي هي واحد، واحد يبقى بدأ في الصف الثاني j 4j من صفر إلى ثلاثة، ياخذ أول قيمة لي j بصفر، وهكذا حتكون my array of i اللي هي واحد وj اللي هي صفر ساوي واحد زائد صفر، وهكذا نين يكمل البرنامج متاعه بالكامل بالشكل هذا. ايش قاعدين نديره؟ نحن قاعدين ندخله في قيم داخل my array، قاعدين ندخله في قيم داخل my array. طبعا المصفوفة هي تمر بعدة مراحل، ولكن في الغالب، في الغالب عندها المرحلة الأولى أنك أنت تعرف أو تحجز أو تعلن المصفوفة، هذا كله نفس المعنى. المرحلة الثانية أنك أنت تدخل البيانات داخل المصفوفة. المرحلة الثالثة أنك تستخرج البيانات من المصفوفة. توا نحن بهذا الشكل حجزنا المصفوفة، عرفناها أو حجزناها أو أعلننا المصفوفة في الجنرال، في الجنرال. الجزئية الثانية أن عبينا المصفوفة وين؟ في البرايفت سب فورم لود عند تحميل الفورم
قام بتعبية المصفوفة بالبيانات هذه، عبارة عن شنو؟ خذ قيم متاع رقم الصف ورقم العمود وقعد يجمع فيهن مع بعض. المرحلة الثالثة اللي نحن نبوها ان نحن نبو نطبعوا البيانات اللي موجودة في المصفوفة باستخدام جملة برنت، باستخدام جملة برنت. اذا هنمروا على نفس الكلام تقريبا، بس طبعا هو لاحظ هنا ان الشغل دايرة برايفت سب كوماند برنت، يعني داير كوماند على الفورم. لما ينقر على الكوماند، الحدث متاع النقر على الكوماند يتم بعد تنفيذ هذا الإجراء أو هذه الإجراء اللي هو يقوم باستخراج البيانات من المصفوفة اللي نحن قمنا بتعبئتها. إذن هنمروا على البروسيجر متاعنا، هنكونوا عندنا على الفورم ننزلوا كوماند، هذه كوماند متاع طباعة المصفوفة، ونديروا حدث عليها اللي هو برايفت سب كوماند كليك، يعني حدث عند النقر على الكوماند 1. عشان نختصروا الوقت نقدروا ناخذوا نفس الإجراء وننفذوا، عشان نختصروا الوقت ما نعودوش نكتبوا، بس هنا حنجو نطبعوا ما هو موجود في الماي اري، حنقولوا برنت ماي اري اوف اي وجي بالشكل هذا، مفروض انه يستخرج ما موجود في الماي اري. لاحظ ان نفس الكلام درناه، درنا اي وجي تساوي انتجر، اي تساوي صفر من صفر الى ثلاثة، وجي من صفر الى ثلاثة، حلقتي دوران تبدا من صفر وتنتهي في ثلاثة، وبرنت ماي اري اذا اطبع محتويات المصفوفة حسب قيمة اي، عندما اي تساوي صفر وجي صفر اذا حيطبع ما هو موجود في الخلية صفر وصفر، في الصف صفر والعمود صفر. لما تكون اي تساوي ثلاثة وجي تساوي مثلا ثلاثة اذا حيجي يطبع ما هو موجود في المصفوفة ماي اري في الخلية او في الصف الثالث العمود الثالث اللي هو تقاطعهم مع بعض نسموه نحن خلية. اذا لو نفذنا البرنامج بهذا الشكل مفروض لما نضغط على هذا الزر حيطبع لي محتويات المصفوفة اللي هي بالشكل هذا، محتويات المصفوفة بالشكل هذا. طبعا نحن مفروض نغير الفورم، هنردوا على الفورم او الشكل هذا، نقوله مثلا نسموها كيف نغير بدل ما تظهر عندي كوماند 1 عن طريق الكابشن في مربع الخصائص. الكابشن في مربع الخصائص حنغيره الى طباعة المصفوفة بهذا الشكل، نقدر نقول طباعة المصفوفة بهذا الشكل. طبعا ده إذا كان نحن حبينا، أن الطباعة تكون كل صف بروحها، فالموضوع حيكون بسيط. حنقوله نحن عندنا هنا حنلحقوا بالمصفوفة من هنا عبارة فاصلة أو فاصلة منقوطة، الفاصلة العادية حتسيب فراغات والفاصلة المنقوطة حتسيب أو حتجمعهن جنب بعضن. بس لاحظ حنديروا نحن على سبيل المثال فاصلة منقوطة بهذا الشكل، حيطبعهن في شكل سطر واحد. لاحظنا كيف طبعهن في شكل سطر واحد مش في شكل عمود، لاني الحقت ان فاصله منقوطه، الفاصله منقوطه حيخليه يطبع جميع البيانات في نفس السطر. لو انا حبيت ان الطباعه هذه تكون كل صف بروحه، معناها عندما ينتهي، نحن اتفقنا ان الجاي هذه تمثل عدد الاعمده، وكل ما ينتقل من صف الى صف الاي هي اللي تنقل فيه من صف الى صف. لما تكون قيمه الاي صفر اذا قاعدين في الصف صفر، لما تتغير قيمة I واحد الصف يساوي واحد. إذن بعد النكست هنا نقدر ندير برنت بالشكل هذا، حيطلع كل صف بروحه بالشكل هذا، حيطلع كل صف بروحه. لو قلنا للطباعة لاحظ أن طلعهن كل صف بروحه، الصف الأول الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع. ركز معايا، إذا كان ركزنا هو عبارة عن شنو خزننا؟ خزننا في مصفوفة ثلاثة في ثلاثة يعني أربع صفوف وأربع أعمدة، أربع صفوف وأربع أعمدة. ركز معايا أن نحن طلبنا منه هنا أن يجمع قيمة الصف مع العمود،
قيمة الصف هنا 0 و0 إذن مجموعهم 0. قيمة الصف 0 و1 1، 0 و2 2، 0 و3 3. قيمة الصف هنا 1 والعمود 0، يبقى 1 و0 1، 1 و1 2، 1 و3، 1 و2 3، 1 و3 4، وهكذا رقم العمود مع رقم الصف. لو جينا شفنا هنا 6 هي العمود الثالث مع الصف الثالث أو قيمة الصف الثالث اللي هي رقم 3 أو قيمة I. بهذا الشكل طبعنا نحن 3 مع 3 تساوي 6، 3 مع 3 تساوي 6. إذن بالشكل هذا خذينا نحن المثال كيف نحن ننفذ البرنامج هذا أو الإجراء هذا. لو اعتبرنا لو رغبنا في أن لكل مصفوفة نبي ندخل إدخال، يعني في بيانات المصفوفة بدل ما نحط قيمة I و J نبي ندخل قيمة، نقدر نستخدم هنا على سبيل المثال نقدر نستخدم Input Box. Input Box ونقول له ادخل ادخل القيمة على سبيل المثال. هذا معناها ان ما نبيش ناخذ المجموع متاع الاي والجي او مجموع رقم الصف مع رقم العمود ما نبيش ناخذن، ولكن نبي ناخذ قيم مدخلة يدخلهن المستخدم، ولذلك استخدمت الانبوت بوكس. لذلك استخدمت الانبوت بوكس، بس ركز ان المدخلات متاعك لابد تكون عددية صحيحة، وحاول اني انا ما ندخلش اي ارقام او اي حروف عشان ما نخلقش الروحي مشكلة. لو قلنا F5 نفذنا، لاحظ أنه طلب مني إدخال القيمة. الصندوق هذا اللي هو شن ظهر الصندوق هذا اللي هو ظهر الانبوت بوكس. الأمر هذا أو الجملة هذه أو الدالة هذه هي المسؤولة عن إظهار هذا الصندوق. طيب شنو معنى الكلام هذا؟ my array تساوي i of j أو my array i of j تساوي input box إدخال قيمة. شنو المقصود؟ أن ما يتم إدخاله في الانبوت بوكس سيتم تعيينه أو إسناده في الخلية حسب قيمة I و J من المصفوفة My Array. لنفترض أن في هذه اللحظة هذه كانت قيمة I 2 وقيمة J مثلا 3، إذن الصف الثاني العمود الثالث، الصف رقم 2 العمود رقم 3، إذن أي قيمة ندخلها هنا حيتم إدخالها في الخلية الصف رقم 2 العمود رقم 3. خلونا نجربه على سبيل المثال. هذا الإدخال الأول، الإدخال الثاني. طبعا حنحتاج ندخل 16 خانة، 3 4 5 6 7 8 9، هذا كله حيتم توزيعهن، لاحظوا 11 مفروض إلى القيمة رقم 16، لأن المصفوفة متاعي عبارة عن 4 صفوف وأربع أعمدة. صحيح بديين قلنا 3 و3 ولكن تبدأ بالصفر، إذن هي عبارة عن 16 خانة. لاحظ أن تو كمل التعبية متاعها، لو حنطلب منا أطبع اتباعة حيطبع لي 1 لعند 16 حسب الخانة اللي أنا درتها. حنجو نقوله لطباعة الصفوف، لاحظ أن دخل لي 1 2 3 4 هذا الصف الأول، 5 6 7 8 دخلت طبعا بالشكل هذا أنا، 9 10 11 12 13 14 15 16. إذن حسب ما أنا نرغب. لاحظ أيضا أنك في الطباعة تقدر أنت تستخدم بدل الفاصلة المنقوطة نقدر نستخدم الفاصلة العادية، وفي هذه الحالة الفاصلة العادية طبعا حيكون في مجموعة من الفراغات، في مجموعة من الفراغات يعني فراغ مناسب، ما هوش زي الفاصلة المنقوطة تكون الكلام ملتصق ببعضها. لو نفذنا البرنامج بهذا الشكل ونفس القصة ندخلوا أي قيم مش قضية، إدخال القيم عشوائي مش لابد يكون نفس القيم، بس نحن عشان نجربوا البرنامج متاعنا ونشوفوه هل يدخل صحيح أو يشتغل صحيح ولا لا. دخلنا البيانات في المصفوفة، لو نقول لأطبع المصفوفة لاحظوا الأرقام اللي تم طباعتها، طبعا دخلناها عشوائي بشكل
مسافات أبعد لأن استخدمنا في الطباعة الفاصلة العادية مش الفاصلة المنقوطة، ولذلك أعطاني فراغات بين الطباعة أو بين المطبوعات متاعي. بهذا الشكل نحن خذينا فكرة عن المصفوفة ثنائية البعد. طبعا حنحتاج أن ندير مثالين، مثال عن المصفوفة أحادية البعد والمصفوفة ثنائية البعد. يبقى بالشكل هذا عندنا المصفوفة أحادية البعد خذينا فكرة عليها، وخذينا فكرة عن المصفوفة ثنائية البعد. مصفوفة ثنائية البعد نديره بس فكرة بسيطة سريعة لأن نحتاج إلى شوية وقت باش نحن نديره المثال. إذن المصفوفة، هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة متجاورة من المواقع في ذاكرة الحاسوب تحتوي على عناصر من نفس النوع. عندي نوعين من المصفوفات، مصفوفة نسموه أحادية البعد، وهي إما أن تكون في شكل صف أو أن تكون في شكل عمود. ولا بد نعرف أن هذا التخيلي، يعني تشوفه في ذاكرة الحاسوب ما تقدرش أنت تشوفه بالعين الكلام هذا، ولكن في ذاكرة الحاسوب هو تخيلي. وبدل ما نحجز 4 أو 5 متغيرات زي المصفوفة هذه من 5 قيم، بدل ما نحجز 5 متغيرات نقدر إذا كان عندي نفس النوع من البيانات، نفس النوع يعني كلهن أعداد، نقدر نحجز مصفوفة واحدة ونخزن فيها جميع القيم متاعي أو جميع البيانات متاعي. طبعا عرفنا كيف نعلن عن المصفوفة، وقلنا إعلان المصفوفة عادة يكون في الجنرال، ونستخدم فيه عادة الأمر دايم، وهو نفس الأمر اللي نستخدم فيه في تعريف المتغيرات. دايم array name اسم المصفوفة، max value أعلى قيمة، as data type أو data type اللي هو نوع البيانات هل هي صحيحة أو كسرية أو حرفية. أيضا دايم my array تو زي هذه دايم my array 4، هذه أحادية، لو في فاصلة رقم أخرى معناها ثنائية. دايم my array إذا نحن نعرفه في مصفوفة اسمها my array عبارة أو فور، معناها عبارة عن 5 خانات تبدأ من الصفر لأنها نوعها صحيح، نوعها صحيح. تقدر تستخدم نفس الأسلوب بس تقول دايم my array 1 2 0، أنا هنا فرض أو 2 5 أسف، أنا هنا فرضت عليه إنه يبدأ من الواحد، لكن لو خليته بالشكل هذا هيبدأ أوتوماتيكيا من الصفر، لكن أنا قلت له لا أبدأها من 1 إلى 5 as integer. أيضا عرفنا كيف نتعامله مع المصفوفة وخذينا مثال عليها. وعادة في المصفوفة أحادية البعد نستخدمه في حلقة دوران واحدة. حلقة الدوران هذه تستخدم دليل الحلقة، نستخدمه كدليل للمصفوفة، زي ما درنا مثلا على سبيل المثال إن my array of i، هنا الـ i اللي هي عبارة عن دليل حلقة، هنا استخدمناها كدليل للمصفوفة عشان يدلني في فهرس المصفوفة عن موقع أو موقع المكان اللي أنا بنطبعه أو نبي نكتب فيه. أيضا تكلمنا عن مصفوفة ثنائية البعد، وقلنا أن مصفوفة ثنائية البعد عبارة عن صفوف وأعمدة، وتقاطع الصف والعمود يكون حاجة يسموها خلية، وعنوان هذه الخلية عبارة عن اسم المصفوفة مع رقم الصف ورقم العمود، مع رقم الصف ورقم العمود. جملة إعلان المصفوفة ثنائية البعد قلنا دايم array name نفس الطريقة my array، بس هنا فرقت إن هنا عندنا max row value وهنا عندنا max column value، أقصى قيمة أو أقصى عدد للصفوف وأقصى عدد للأعمدة. نفس الفكرة دايم array name وهنا as data type نفس الفكرة، ما فيش فرق. يعني لما نقول دايم my array 3 و3، إذن أنا عندي مصفوفة اسمها my array عبارة عن 3، حجزت 3 في الصفوف أقصى، ولكن هي في الواقع 4 صفوف لأنها تبدأ بالصفر، وأقصى عدد من الأعمدة اللي هو 3، إذن أقصى عدد الأعمدة هو 4 في الواقع لأنها تبدأ من الصفر، إلا إذا كان نحن قلنا دايم my array من 1 to 4 أو وعدد الصفوف من 1 إلى 4 وعدد الأعمدة من 1 إلى 4 نفس الأسلوب، هذه تبدأ من 0 إلى 3 لكن هذه تبدأ من 1 إلى 4 as string ونوعها حرفي. وقلنا بالطريقتين تحجز عبارة عن 4 صفوف و4 أعمدة، والأربع صفوف وأربع أعمدة كونا 16 خلية. وعرفنا كيف نتعامله مع المصفوفة ذات البعدين، كيف نحجزوها وكيف نقدر نعبو في المصفوفة. وقلنا أيضا ما ننسوش إن في المصفوفة ثنائية البعد لابد أن نستخدم حلقتي دوران، الحلقة الخارجية تمثل الصفوف والحلقة الداخلية تمثل
الأعمدة بحيث أني نقدر نتنقل داخل المصفوفة متاعي باستخدام العناوين متاعها وباستخدام دليل المصفوفة اللي هو في نفس الوقت يمثل دليل الحلقة. بهذا الشكل اليوم إن شاء الله كملنا درسنا لليوم، نلتقي إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة في شرح تطبيقات عن المصفوفة وحديث البعد، ثم تطبيق أيضا عن مصفوفة ثنائية البعد. نلتقي إن شاء الله الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.